يا مساء الفل واهلا بكم معانا وحلقه جديده ويوم جديد وانبوكس. رمضان بيجري. انت رايح فين يا رمضان؟ استنى شويه. لا خلاص انا ماشي. يا جماعه احنا متخيلين دخلنا خلاص في يعني اخر 10 ايام اهو الحمد لله يعني، بس يعني بنخلصهم. كنا لسه من كام يوم بنقول كل سنه وانتم طيبين، يعني رمضان كريم عليكم ورمضان كريم عليك يا نوران. الله اللي حصل والله بعوده. ايوه اول يوم رمضان نسمع والله يا رمضان جانا واغاني الحلوه بتاعت رمضان، وفجاه نلاقي كده رمضان جري وما حسناش بيه وكل يوم تبقى احداث جديده وكتيره في رمضان. بس هي الايام الحلوه كده دايما بتخلص بسرعه، لكن الحقوا بقى استغلوا العشر الاواخر من رمضان في الدعاء والصلاه والتقرب بقى لربنا كده، عشان ربنا يحقق لنا كل امانينا وتبقى السنه كده كلها نفحات حلوه، والايام اللي جايه تبقى كلها خير ان شاء الله. كل سنه وانت طيب يا رؤى. خلاص رمضان قرب يعني يخلص وداخلين على العيد. والله كلها طبعا ايام حلوه وجميله ومباركه، بس دايما رمضان هو اللي ليه طعم خاص كده حلو في قلوبنا، عايشين بركته. وزي ما قلنا برضه قبل كده وبنعيد وبنزيد يعني، وبرضه ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، يعني هي ايام المعدودات يعني فعلا سريعه جدا. اللي بيلحق بقى ايه يعني ينتهز الفرصه اليومين دول يعني خير وبركه، لان فعلا احنا يعني زي ما بقول كده ايه في رمضان ده، ان احنا لسه الاوكازيون لسه شغال، اوكازيون ربنا سبحانه وتعالى لينا لسه شغال صح، فنلحق برضو ايه واحده واحده كده يعني ممكن يلحق يظبط نفسه اليومين دول، نستغل يعني ان شاء الله لحد اخر يوم في رمضان يا رب ان شاء الله. خلينا نبدا معاكم كده بقى فقراتنا في انبوكس النهارده زي ما احنا معودينكم كده. الفقره الدينيه المعتاده معانا هينورنا فيها الداعيه يوسف عادل، وهيكلمنا عن فضل ليله القدر، وان احنا نحاول نستغلها على قد ما نقدر، وان احنا ما نفوتش الليله دي، ونقدر ندعي كل اللي احنا نفسنا فيه وبنتمناه عشان ربنا يحقق لنا كل احلامنا وكل امنياتنا. استنونا فقره مهمه جدا. عظيم جدا. طيب يعني برضو كالعاده زي كل يوم كده معاكم بنحاول نفتح موضوع كده ايه حلو كده وخفيف قبل الفطار، يعني ايه ننكش بعض بيه كده شويه. طبعا لو بنتكلم على البنات والسيدات على دماغنا من فوق وعلى راسنا طبعا من فوق، لكن لما بنتكلم على السواقه الموضوع هنا ايه، لا لازم نقف شويتين ثلاثه، لان هرجع اقول بصوت عالي طبعا انا اكيد هكون مؤيد جدا للشكل الذكوري البحت جدا، ان الرجاله بتسوق احسن من البنات والسيدات. ده طبيعه الحياه. لا ده طبيعه الحياه. معلومات مغلوطه. طب ايه الموضوع بقى يا ابو حميد؟ ايه الموضوع يا رؤى؟ انا اقول لكم بقى ايه الموضوع. الموضوع باختصار ان في يعني ست من كوريا هي عايزه تعمل مشروع عربيه خضار، عربيات اللي هي عندنا اللي هي بتاعت المشروعات الصغيره المتنقله دي زي في مصر هنا، بس ايه عربيه لازم لها رخصه. فقررت ان هي تروح تطلع رخصه علشان خاطر ايه تعمل مشروع اللي هو الخضار بتاعها يعني او اللي هي العربيه المتنقله بتاعتها سوق العربيه بالظبط كده. ماشي. قامت ايه البنيه راحت رايحه، السلام عليكم، المرور فتح النهارده؟ فاتح. دخلنا المرور النهارده، راحت نختبر. في هناك اختبارين زي في مصر هنا تمام، اللي هو ايه في اختبار عندك اللي هو الطبيعي جدا العملي والتحريري الاثنين، اول لازم اعرف ايه الاشارات والحاجات دي كلها وايه، وطبعا اهم حاجه ايه بيب بيب السواقه يعني. فدخلت الاختبار الست ما نجحتش، دخلت المره الثانيه يا نوران برضه ما نجحتش، قعدت على الحال ده كل اسبوع لمده 3 سنين يا مؤمن تختبر علشان خاطر تاخد رخصه القياده. متخيله الموضوع ايه؟ تحبي تكملي ولا احرق الموضوع كله؟ لا يعني دي حاله فرديه. طيب لما لقيت الست دي لما لقيت ان الموضوع كده مكلف، كل يوم بتمتحن وبتفشل او للاسف يعني بتسقط في الامتحان، فقررت ان هي تعيد التجربه دي مرتين في الاسبوع او مره في الاسبوع عشان يعني التكلفه تبقى اقل. الحقيقه ان هي دخلت الامتحان التحريري ونجحت فيه طبعا، لان هي اشارات وعلامات كلها تقدر ان هي يعني يعني تدخل الامتحان وتذاكرها كويس وتعدي منها. لكن الامتحان العملي هي للأسف فشلت فيه على مدار 13 سنة، لكن الست دي ما فقدتش الأمل على فكرة طبعا. وفضلت عندها الإصرار إصرار ومثابرة وعزيمة إن هي تعدي من الامتحان. بس كويسة. ارجع واقول لك ان دي والعربيه تكبر في يوم من الايام برضو معاها، والمشروع تبدا بقى المشروع بعد 13 سنه يعني هي من 13 سنه قررت ان هي تعمل عربيه خضار متنقله، ولكن اكيد يعني سقوطها في الامتحان وان هي ما عدتش الاختبار ده اكيد ما ساعدهاش. لكن نرجع ونتكلم ونقول ان دي حاله فرديه وفي كوريا الجنوبيه مش في مصر. احنا مالنا يعني، الموضوع بعيد تماما عننا، احنا مالنا صحيح. احنا مالناش دعوه خالص. لما تبقى ماشي في امان الله كده يا اشرف وتلاقي حد هوب راح كاسر عليك مره واحده، الاقيه راجل، تلاقيها مره واحده كده بتعمل حاجات في عينيها كده، ولا بتعمل حاجه كده خالص. يا حاجه طب يهديكي يرضيكي، مفيش الكلام ده خالص. اقول لك على حاجه، قولي لي. كل الناس اللي بتكسر عليا على الطريق بقى على الدائري على المحور في اي حته الاقيه راجل ويعمل وازمر له وابص له ويعمل نفسه واخد باله، عشان طبعا لما هيشوفني وانا هطلع له الغلط بتاعه هيبقى محرج ان انا بنت. وقلت له انت ما بتعرفش تسوق ليه؟ عشان احنا في مجتمعنا دايما الطابو بتاع ان الستات ما بتعرفش تسوق. كان في دراسات حديثه لسه مؤخرا بقت يعني منتشره جدا على السوشيال ميديا بيقولوا ان السواقه بتاعت الستات احسن بكتير وأأمن من الرجاله، وما بتتسببش في الحوادث زي ما الرجاله بيتسببوا بالزبط. في الحوادث دي دراسه فضائيه؟ لا دي موجوده على مواقع اخباريه مصريه رسميه نفسي اشوفها المواقع دي، هبعتهولك. لا يعني برضو هرجع اقول لك ممكن في البعض منهم بياخد اللي هو ايه حذره زياده شويتين ثلاثه، ان هي ممكن تبقى ماشيه بالراحه بتاخد بالها خالص واحده واحده ماشي. هنا ممكن يبقى في ايه النوعيه دي اللي هي ممكن تبقى كويسه في السواقه، لكن في نوعيه اخرى اللي هي ممكن شبيهه شويه بنوعيه اللي هي الاخت اللي من كوريا دي، تمام؟ اللي هي لا الست دي هوبلس كيس. لا يعني بس هي دي انا ما اعرفش ازاي احنا ممكن ناخد 13 سنه وتعيد، ودفعت حوالي 13000 على مدار 3 سنين 13000 دولار. الموضوع مكلف جدا بالنسبه لها يعني، ما هو اصل لو فشلت مره يعني بعد 10 مره هتنجح المشروع كله. ما هي بقى ان هو ايه الرقم اصلا اللي دفعته في الرخصه كتير، هو بثمن وازيد من الفلوس اللي هيدخلها لها مشروعها. فدي حاجه كويسه جدا برضو ان احنا يعني احنا برضو عندنا حاجات غريبه بنفكر فيها. معانا منى على التليفون. يا منى ازيك؟ ازيك يا منى؟ الحمد لله. يا مساء الفل عليك يا منى. بتضحكي ليه يا منى؟ انت عايزه تقولي حاجه؟ شكلك يعني ايه يعني؟ لا سواقه محترمه يعني، بتسوقي تمام، شمخر الكره الارضيه وسع الطريق. بتسوقي حلو؟ بتسوقي حلو يا منى؟ الو سامعانا؟ سامعه حضرتك. سواقتك اخبارها ايه؟ لا جميلة طبعا. طب جميلة دي بقى خلاص كده أنا فهمتك كده هتلاقي رفرف جاي في الجنب هو الغلط ما بيبقاش مننا احنا، بيبقى من الناس التانية يعني. طبعا أنا عارف الناس التانية دول اللي هم نوران. هي نوران برضه راحت كسرة عليكي. هم اللي ما بياخدوش بالهم. طب قولي لي اللي ما بياخدوش بالهم دول بيبقوا طبعا رجاله اكيد او شباب؟ اكيد طبعا. بتلاقيه مثلا بيتكلم في التليفون مش مركز، لا هم او واثق بزياده، هم دايما بيشوفوا ان اللي بتسوق دي واحده ست، فخلاص بقى هتعرفي تسوقي ما بتعرفيش تسوقي. هو شايف، هو خايف منها اصلا. ليه يعني؟ هو خايف منها طالما معديه جنبه. والله لا والله ولا انتهى ولا حاجه يعني والله العظيم. والله يعني اقول لك ايه ده، انت يعني ليكوا كنافه بالنوتيلا والمانجا والله. لا خلاص استناها حاجه يعني، اتمنى والله يعني بجد يبقى حقيقه والله. طب كلامك صادق. قولي لي يا منى، انت لما بتيجي تسوقي بتعملي ايه؟ يعني بتمسكي دريكسيون بايديكي الاثنين، بتلبسي الحزام، بتبقي خايفه وقلقانه من العربيات اللي حواليكي، ولا بتبقي واثقه في نفسك وماشيه؟ عادي. لا عادي يعني، ساعات وساعات يعني. في الاول طبعا بيبقى الواحد خايف، بعد كده خلاص بقى الدنيا بتبقى بتعدي عادي يعني. طب ايه اغرب موقف بالنسبه لك شفتيه او انت عملتيه في السواقه؟ يعني دايما الركنات من اصعب الحاجات بالنسبه للبنات في السواقه. تعالي لي بقى في الركنه. ما قلتليش بقى يعني، فاهمه؟ تعالي لي في الركنه يعني. طب والله الرجاله برضه طب والله لا، والرجاله برضه الركنات في ناس بتبقى ركنتها وحشه قوي، بتفلت مننا ساعات شويه برضه. على طول بيخيشوا على طول، لازم يخبطوا في العربيه اللي وراهم. لا مش كده، لا مش كده، مش احنا مش لازم، مش لازم احنا يعني مش لازم كده، الاكسدامات تشهد بذلك يعني. لا بس مثلا ايه يعني، مثلا يعني عندك اي ركنه لا خلاص هي وقفت هنا وبسيبها خلاص. يعني انا وصلت هنا، هي وقفت هنا تماما، انا مشيت، انا مرضيه بالركنه دي. انت بقالك كام سنه بتسوقي يا منى؟ يعني فترة يعني. لا فترة دي قد ايه يعني؟ ما يكوني بقالك سنة بس ست الكلية. لا 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 مثلا 5 سنين ولا حاجة. بس كويس والله 5 سنين. طيب يعني برضو مش ما بقالهاش كتير يعني، ما بقالكيش كتير قوي. بس هي لا واضح ان هي هادية ومتزنة وكلامها كمان يعني شايفة بتقول كلام لا جميل. لا انا مبسوط، لا مبسوط يعني ان في نوعية من البنات الحمد لله زي كده ايه بيدوا لكل حاجة حقها. لا والله طب انا والله اغلبيه قرايبي البنات يعني ما شاء الله عليهم يعني بيطلعوا بيها سفر مسافات كبيره وبيسوقوا حلو جدا ربنا يحميهم يعني بيركنوا حلو جدا. لا والله فعلا بيسوقوا حلو يعني مش مفيش الازمه دي، هي بتبقى في الاول خوف، بعدين انا بحس ان دلوقتي اصلا اللي بيسوق بنات اكتر من الرجاله يعني. ما احنا بنقل في الكوكب ده، ما اعرفش بنروح فين. احنا بنقل. ايوه اصل هي يعني الام هي اللي بتودي بقى التمارين، بتودي الدروس، بتودي فيها فعلا والله يعني. والله والرجاله والله وحياتك والله. لا 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 والله لا مش زي انا بقول لك انا صايم اهو والله والرجاله كمان والله الرجاله شقيانين هم كمان في القصه دي. اسمعي مني كلنا كلنا في الهوا سوا وفي نفس المركب كلنا. حتى هو الراجل الطيب المخرج بتاعنا الجميل اشرف بيقول لي حتى لسه مودي درس قبل ما يجي هو والله يعني بقول لك وفي الصيام والراجل يعني كلنا في نفس الموضوع يعني بالصدفه كده. طب قولي لي يا منى، انت بتبقي ماشيه مثلا لما حد بيكسر عليكي او بيعمل اي حاجه كده يعني تضايقك بتتعصبي ولا بتبقي هاديه في سواقتك كده وعادي؟ يعني على حسب بقى يعني لو انا ايه هزعق وهشتم وهجري تمام ده حلو قوي بقى، لكن هنقف بقى ممكن ننزل في خناقه لا صراحه ببقى مؤدبه جدا يعني. عشان انت بتبقي غلطانه ولا عشان انت بتبقي خايفه؟ لا ساعات ببقى خايفه طبعا لان الواحد ما بيبقاش ضامن رد فعل اللي قدامه ايه يعني. لا بلاش بلاش تهور، لو راجل هيقول لها ما انت ما بتعرفيش تسوقي طبعا. بعدين لو حصل حاجه لا قدر الله خدي حقك يعني بهدوء كده واحده واحده وبالقانون عادي جدا، وعلى ما اعتقد يعني كل حاجه بهدوء كده ممكن. لا لا الحمد لله ما وصلتش القانون لو في حاجه لا قدر الله الحمد لله، بس بلاش تهوري بلاش. الحمد لله شكرا جدا ليك يا منى. طب انا هحكي لك على موقف حصل معايا. مره كنا في شارع كل شويه تروحي بالجنه العربيه تخبط. لا لا تتخبط. لا انت عندك شك ان انا سواقتي حلوه؟ لا شمخر. انت عمرك ركبت؟ انت عمرك ما ركبت جنبي؟ الحمد لله بتفرج من بره بس العربيه من بره جايه الاتصال في حاجه. انا اقول لك على حاجه، العربيه بتتخبط من ورا. ليه؟ لان بيبقى ورايا واحد اللي هو العربيه هو اللي بيخبط ورا هو اللي بيبقى غلطان طبعا. ماشي، فدايما العربيه لما بتتخبط من ورا بيبقى ورايا واحد مش واحده، يا ريتها واحده، يبقى دايما واحد. ففي مره كنا واقفين في شارع ضيق يعني مش شارع واسع ولا حاجه، يعني شارع ما ينفعش انت تجري فيه ولا تعمل اي حاجه. كان زحمه شويه، انا واقفه في امان الله عادي جدا وما ورا العربيه وفجاه لقيتني لبست في الدركسيون بتاع العربيه. ايه اللي حصل؟ حد خبطني من ورا. انا عاده لما بتخبط ما بنزلش يعني ما بعملش اللقطه بتاعت انت عملت خلاص اصل هعمل ايه يعني فبمشي. لو على طريق سريع باخد بعضي وامشي وبعدين ابقى اكتشف الموضوع، لكن ده كان شارع ضيق يعني انا اتخضيت فنزلت، فلقيت كان ورايا ولد قاعد وجنبه خطيبته او مراته وقاعدين بيحبوا بعض بيسبل لها ورومانسيه بقى متناهيه ومش دريان اصلا انه خبط فيا ولا ان هو لبسني في الدركسيون ولا في اي حاجه. فانا نازله بقول له هو في ايه؟ بيقول لي هو في حاجه حصلت حضرتك؟ لا هو مش دريان بالدرجه، مش دريان باي حاجه، بس انت غلطانه. انا غلطانه ان انا نزلت طبعا. اللحظه الرومانسيه دي يا نوران طبعا يا راجل يعني برضو ما ينفعش الكلام. كل بقى الخبطات اللي بتيجي ورا كده في العربيه بيبقى دايما واحد يا سرحان يا بيتكلم في التليفون يا جنبه يعني حبيبته او خطيبته او كده. طب اقول لك على حاجه برضو من ضمن الحاجات، يعني انا مش كنتش حابب اتكلم في الموضوع ده ولا نتكلم على الرجاله في القصه دي، بس لازم اقول برضو لان برضو ايه خليك حقاني بقى احقق الحق. لسه بقول اهو، لسه بقولها اهو عشان الواحد يعني حتى بنيه رمضان الجميله والصيام الحلو ده. لسه برضه هو من كام يوم قبل الفطار يعني على الفطار بالظبط او قبل الفطار بحاجه يعني ايه دقيقتين 3 كده او كان اذان الدم مش فاكر يعني، برضه كنت في الشارع وماشي بالعربيه وداخل على مطب عادي جدا وهوب لسه بقول يا هادي راح واحد جاي بعربيه من ورا راح برضه نفس الكلام. طب شفت بقى برضه الموضوع يعني طبعا قدر الله ما شاء فعل، بس الفكره ان انا بساله بقول له هو انت يعني ازاي مش واخد بالك يعني؟ قال لي اصل انا كنت بشرب وقتها، كان الاذان الدمتالي وقتها وقت المغرب يعني، فبيقول لي انا كنت بشرب ومش واخد بالي. طب يعني اللي عايز يعني حبكت يعني يقف على جنب يعني يفطر يشرب الميه ياكل التمر بتاعه يعمل اي حاجه بالراحه، المشكله ان هو الموضوع بتلاقي فيه ردود فعل انت غير متوقعه بالنسبه لك جدا، ان هي ده رد مقنع ليه، يعني ان انا عشان بشرب ميه فانا ممكن اخبطك عادي جدا والدنيا ما فيهاش مشكله ويحصل اللي يحصل بقى، والخبطه جامده، فاهمه؟ فاقصد ان هو الواحد لما بيجي يسمع الكلام ده بيلاقي ان يعني في استهتار كده، في عدم. وهقول لك على حاجه كمان، يعني ليه الستات بيقولوا، الدراسات بتقول ان الستات يعني ما بتعرضش نفسها او اللي حواليها لحوادث كبيره زي الرجاله، لانه مهما كان الست تبقى حذره جدا في السواقه، لان دي طبيعتنا احنا، بنبقى اي حاجه بنعملها بحذر وبنعملها بدقه. الراجل ممكن، وده مش تحيز للست ابدا ولا اي حاجه ولا هجوم على الراجل، ولكن الراجل ممكن يكون ثقته الزياده في نفسه ان هو بيسوق كويس قوي، ان هو متمكن من العربيه ومن ابعادها ومن الشارع، فده بيخليه ان هو تفلت منه حاجات كتير جدا. زي مثلا ان هو يبقى يعني ما يركزش فيغبط، او مثلا يلبس توصل معاه الاستهتار مثلا، او مثلا يشرب ميه مستهتر، عنده ثقه بزياده وصلته لدرجه الاستهتار ان هو يتعرض يتعرض لحادثه او يعرض اللي قدامه لحادثه. وهو لما بيغبط هو كمان بيتاذي. ايوه طبعا. فاعتقد انه هي دي يعني هو بصي، هو الراجل طبعا القصة. او ايا كان اي شخص يعني في الحياه لو وصل لمرحله الغرور دي كارثه خلاص، دي بدايه يعني السقوط في اي طبعًا. شيء في الحياه. لكن انا بتكلم يمكن الرجاله عندهم يعني ردود الافعال اسرع شويه، يعني رد الفعل في السواقه ممكن يكون اسرع شويتين، او ممكن خلي بالك احتكاكه السريع او اللي هو المستمر، مثلا ايه على سبيل المثال، مثلا يقول لك ايه اصل انت يا عم هو انت سواق ميكروباص، يعني عارفه ليه؟ لان هو المصطلح ده يمكن لما بيترمي على بعض الناس ان هو ايه، في البعض طبعا من السواقين المحترمين جدا اللي هم فعلا بيراعوا كل يعني شيء في الحياه وعلى اداب الطريق وكل حاجه، لكن يقول لك ايه ده انت متمكن يعني شويتين ثلاثه اللي هم ايه بيسوقوا بحرفنه يعني، وفي البعض المستهتر جدا منهم اللي هو فعلا دلوقتي بقت في اجراءات يعني حازمه جدا معاهم. والاجمل كمان بقينا بنشوف برضو طبعا يعني عندنا في الاجراءات الخاصه بالمرور، عندنا في الكاميرات اللي هي اللي موجوده في كل الاماكن على الكباري وعلى الطرق السريعه وخلافه، فده الى حد ما برضو بيعمل اتزان وثبات في السرعه شويه في بعض المناطق اللي كانت فيها السرعه زياده قوي، وده كان ممكن بيعرض بعض الناس وبالاخص قبل الفطار حتى لو في رمضان لبعض الحوادث. يمكن هي قلت عن السنين اللي فاتت بشكل كبير جدا، لو جينا نتفكر كده مع بعض كنا دايما نلاقي قبل الفطار ايه، تلاقي طيارات معديه من جنبك، انت معاك عربيه معاكش عربيه، انت دلوقتي الرادار مش مدي فرصه لحد. ده اللي بص بقى اول ما دخلنا ده اللي بيوجع دلوقتي خلاص، الجنيه دلوقتي او الرقم اللي بيدفع في المخالفات او في الحاجات دي خلاص ده اللي بيضايق. بص طبعا هو للانسان الملتزم او الناس اللي بتحترم السواقه وبتحترم القواعد والقوانين او قانون المرور مش هيأثر معاها فكره الرادار، وبالعكس هي فعلا هتبقى ماشيه في امان طبعاً. وكمان اللي حواليها هيبقى في امان، يعني مش هيتعرض لخطر. لكن الناس اللي بتكسر وبتجري وبتاخد غرز وبتبقى بتجري بسرعه جنونيه غير مبرره بالمره، يعني في على فكره هي نفس المسافه لو انت جريت او ما جريتش في الاخر هتلاقي زحمه او هتقف في اشاره، فمش هتعرف توصل يعني اسرع، او مش هتوصل اسرع بكتير من ما تجري او مما تمشي عادي. فهي فانت في الاخر بتعرض الواحد او حياه شخص تاني لخطر. يعني انا مره كان في راس سنه مثلا حادثه انا عمري ما هنساها، كنت ماشيه في صلاح سالم، واحد جاي بسرعه البرق وداس واحد بموتوسيكل، طياره كان بيطير كده زي الكيس البلاستيك كده اللي بيطير في الجو، فكان الموضوع صعب جدا. في الاخر هو واحد مات وخسر حياته، والتاني اتعرض للمساءله القانونيه، واكيد بقى في قضيه وفي تحقيقات وفي مساءله، لانه في الاخر انت قتلت شخص يعني ما ده استهتار يعني بالطريق وارواح الاخرين. طيب معانا منى على التليفون. يا منى يا منى، الو. طيب منى نحاول نكلمها مره ثانيه، ماشي اوكي. بصي يعني الفكره دلوقتي برضو نرجع تاني للست اللي هي الاخت العزيزه اللي من كوريا. لو جينا نفكر في الموضوع دلوقتي ان هي ممكن دخلت على مدار 3 سنين او حتى يعني ايا كان عدد السنين ايه اللي دخلت فيه الاختبار، بس في الاخر حتى لو اخذت الرخصه او اخذت الحاجه اللي كانت بتحلم بيها ودفعت فيها فلوس، فهي برضو الى حد ما عماله تتعلم، عماله يعني برضو مصره ان هي توصل لهدفها. ده في الاخر حاجه كويسه مش وحشه. الشيء الايجابي في القصه دي ان دايما الواحد لو وراه او عنده حلم او عنده هدف عايز يوصل له هيوصل له ايا كان بقى ايه عدد السنين ايه صح. مش فارقه ايا كان الموضوع ايه، اهم حاجه احاول اتعلم. لان احنا بنتكلم لو حتى كلمنا على بعض الناس والمخترعين وبعض الناس اللي في حياتنا مأثرين لحد النهارده، من ضمنهم مثلا اديسون مثلا، فاهمه؟ لو بنتكلم اديسون يعني لو احنا بنتكلم ان معدل الذكاء بالنسبه للبعض كويس، فهو كان الناس شايفاه ان هو لا يصلح مثلا، ورغم كده ان هو في المحاولات اللي هو عملها وقرر ان هو يمشي وراها، وكمان والدته او امه يعني فضلت ورا حلمه ده وكمان نمته جواه، ما كناش شفنا اللمض والحياه والجمال اللي احنا فيه دلوقتي ده. فكره. طيب معانا منى مره ثانيه. منى يا فاروق ازيك؟ ازيك يا منى؟ كل سنه وانتم طيبين. وانت يا منى رمضان خلص يا منى، ايه اللي بيحصل ده؟ ما فجاه كده لانه رمضان ده كلام، ما هو هنعمل ايه؟ ده هو رمضان ده احلى والله شهر في السنه. طبعا. قولي لي طب يا منى انت اخبارك ايه مع السواقه؟ انا بسوق وحش قوي بصراحه، دي حقيقه يعني اعترف بيها، بس الموضوع ملوش علاقه بالستات، يعني هو كده كده برضه بتسوق وحش. في رجاله بتسوق وحش زي الستات بالظبط. اكيد اكتر كمان. بصي انا عندي مبدا كده بقول انه في الستات ثلاث انواع، يعني بتعرف تسوق نص نص وما بتعرفش تسوق خالص وبتعرف تسوق حلو قوي. الرجاله بقى يا بيعرف يسوق يا ما بيعرفش يسوق. لازم يعني هو في ناس بتبقى، يعني انا بتضايق بس من فكره الناس اللي بتجزم ان كل الستات ما بتعرفش تسوق، لو في حادثه يبقى ست عملتها، لو الدنيا واقفه يبقى ست هي اللي متسببه في الوقفه ديت. مع ان الست هي دلوقتي يعني كانت زي ما بتقول البنت اللي اتكلمت قبل كده هي اللي بتودي التمارين، بتودي كل حاجه، يعني بتعمل أيوة كل حاجه بالمعرفه. والراجل والله والاب نفس الكلام والله، يعني الاب بقى بيروح الشغل. انا بشوف يعني معلش برضه يعني كلنا في نفس المركب، خلي بالك كلنا في نفس ماشي يا فاروق. الاب بيودي تمارين، بس كمان الست بقت تعمل حاجات اصعب بكتير من السواقه. يعني انا بقيت اشوف دلوقتي بنات سايقه سكوترز في الشارع، او ممكن ست مثلا سايقه وبتعمل مسكره، او ممكن ماسكه بايك كده كده. لا فعلا ما احنا مالتي تاسكرز اصلا، بنعمل حاجات متعددين المهام. فممكن تاكل خلي بالك انت يا استاذ وهي سايقه، بس اقصد ان الستات بتعمل حاجات اصعب كمان. انا بعرف احط مانيكير وانا سايقه على فكره. انت بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ مانيكير وانا سايقه. مانيكير سواقتك وحشه. انت رقمك كام؟ قولوا لنا رقمها يا جماعه على الهوا اهو. منى معانا على الهوا، اول اعتراف سواقتها وحشه، امال بقى تخيل لو هي سواقتها حلوه على الهوا ايه؟ طب ليه كده يا منى؟ طيب ما دي برضه حاجه يعني بالنسبه لنا، لا يعني ما اعرفش. ما انا معترفه انا بقول ان ده غلط. ايوه طب انت قولي على حاجه، لو انت بتعملي مثلا بتعملي كده وانت ماشيه، طب هتسوقي ازاي؟ هتاخدي بالك ازاي من الطريق؟ لا ما انا يعني يعني بسوق كده بحط مانيكير ومثلا سبحان الله. لا بس هقول لك على حاجه يا منى، يعني مانيكير دي صعبه شويه، لكن ممكن تحطي مسكره، ممكن تحطي ليبستيك. ما شاء الله. بحط مانيكير بصراحه، بحط مانيكير وبحط وانا مثلا بسوق ما بكونش سايقه على سرعه عاليه، يعني مثلا حته يعني مش زحمه. طب بتعملي ايه تاني وانت سايقه غير المانيكير؟ طبعا بس بكلم في التليفون بصراحه، يعني تاكلي تشربي ممكن اكل واشرب، ولا اصل لا بس الاكل والشرب بعد الفطار كمان كنافه بعد الفطار وانت سايقه بالمانجا كده. ايوه طب ما انا يعني بفطر وانا رايحه الشغل. لا بصي دي كلها تصرفات غلط بس يعني تمام التزام. ما شاء الله. والله يا منى انا شايف المكالمه دي مضره ليكي اكتر ما هي نافعه، يعني خلي بالك خلي بالك يعني ما ترديش على التليفون يا منى بعد كده. نورتينا جدا يا منى، نورتينا جدا، شكرا جدا ليكي. انت بتعرف تعمل ايه وانت سايق؟ اعمل ايه؟ يا نهار ابيض. لا ما هو احنا كرجاله يعني ما عندناش الحاجات دي كلها، يعني التفاصيل دي كلها مش موجوده في دماغنا. مره كنت بكلم حد من صحابي يعني فما ردش، فكلمني بعدها على طول، فبقول له ما بتردش ليه؟ قال لي كنت بركن. فقلت له فايه يعني؟ قال لي يعني ازاي ارد عليكي وانا بركن؟ قلت له طب ما انا بركن وعادي بكلم في التليفون. في ناس كده على فكره لحد دلوقتي لو حتى لو هو سايق ما يردش على التليفون. انا يعني لا في ناس كده مش عارفه انتوا ازاي كده. لا في ناس ملتزمه على فكره، هو ده الصح يعني. لا في كاركت دلوقتي، في سبيكر في العربيه، في ايربودز، في كذا اوبشن. مش كل الناس عندها في العربيه اللي هو ايه انك ممكن تسمع صوت جوه العربيه بالبلدي كده يعني. ففي البعض ما بيعرفش يمسك الموبايل ويسوق ويركز في نفس الوقت مثلا. في البعض هنا بيبقى عايز يعني يحس ان هو لما بيطلع الطريق ممكن بيتوتر شويه. بيكون عايز بعض الوقت كده ان هو ايه يعني يحس ان هو وصل لبر الامان. مش ستات بس بقى، رجاله كمان. لا انتوا بره، انتوا حسبتكم مختلفه رؤى، انتوا حسبتكم مختلفه باللي بتعملوه فينا رؤى باللي بتعملوه فينا رؤى. يا بنتي ده منا لسه قافله بتقول لك بتعمل ايه في ايديها. لا مالناش دعوه بينا، وانت ربنا يكرمك بتاكلي كنافه وانت سايقه بالعربيه ولا بتعملي ايه؟ لا باكل ساندوتشات ما شاء الله. كفته طيب عادي يعني. طلعينا فاصل يا حاجه، طلعينا فاصل. كورسات طيبين يا جماعه كفايه كده. طيب بعد الفاصل هنستقبل الداعيه يوسف عادل وهنتكلم بقى عن فضل ليله القدر. خليكم معانا. ورجعنا لكم مرة تانية. دلوقتي جه ميعادنا مع الفقرة الدينية اللي بينورنا فيها الداعية يوسف عادل. ويمكن احنا خلاص دخلنا في ال10 الأواخر من رمضان، ودي فرصة لكل واحد ما تتعوضش. لازم زي ما كنا بنقول كده ان احنا نستغل ال10 أيام دول في التقرب لربنا والصلاة والدعاء بأي حاجة الإنسان نفسه فيها. وبما ان احنا خلاص داخلين في ال10 الأواخر، فاحنا هنتكلم كمان عن فضل ليلة القدر النهاردة في الفقرة مع يوسف. اهلا بيك يا يوسف. ازيك يا نوران، كل سنه وانت طيبه. طيب. ويا رب يتقبل يا رب ويبلغنا ليله القدر يا رب، اللي هي ليله افضل ليله في الدنيا. امين. ربنا من كرمه بيرزقنا بالليله العظيمه دي في الايام المباركه دي. بالظبط. احنا خلاص داخلين على يعني دخلنا خلاص في ال10 الاواخر. قول لنا بقى الناس تستعد ازاي بقى وتعمل ايه؟ حلو. احنا دايما قلنا ان دايما عشان ربنا يرزقنا بليله القدر محتاجين ان احنا نبدا ايه؟ نبدا نتدرب قبلها. خلاص احنا دخلنا خلاص، عدى ليالي من الليالي ال10 الاواخر اللي هي ربنا بيرزقنا الكلام ده عشان ربنا عالم ان احنا مقصرين، وعالم ان احنا شويه ايه همتنا بتبقى قليله شويه، ونتحرك شويه ونقع شويه. فربنا يرزقنا بليله بقى العباده فيها كانك عبدت ربنا. ده خلي بالك خير يعني، مش يعني النهارده لو حسبنا ال1000 سنة هتبقى بالظبط 83 سنة وثلاث شهور. تمام كده؟ لا ده ربنا بيقول خير يعني أفضل من 1000. يعني معنى كده إن إحنا لما نعبد ربنا في الليلة دي مش عبادة 83 سنة بس، لا ده أكتر بكتير. الكريم بقى لما بيعطي يا نوران. فعلشان كده إن ربنا لما بيرزقنا الليلة دي، بالله عليكي في حد يقدر يضيع الليلة دي كده؟ يعني هل ما تستحقش ان احنا خلاص ده احنا ما بقاش غير ليالي ما نكملش مثلا 7 ليالي او حاجه كده. فاحنا النهارده هل لا تستحق الليالي دي ان احنا نبدا بقى ايه؟ اول نقطه خالص، نتجرد من اي عمل او اي شهوه او اي فكره ممكن تشغلنا عن طاعه ربنا في الايام دي. عشان كده الانسان لازم يبقى قاعد هو بيحب نفسه اكتر حد في الدنيا. يعني ما فيش حد في الدنيا ممكن تقول له انت بتحبه فلان يقول لك مش قوي او بحب، لكن نفسك يعني بتحب نفسك ولا ما بتحبش نفسك؟ طب كلنا بنحب نفسنا، طب لازم ننجو بنفسنا شويه. فهل انت لحد النهارده خلاص دخلنا ال10 الاواخر واحنا لسه تايهين؟ هل دخلنا ال10 الاواخر واحنا لسه الكلام كتير؟ هل دخلنا ال10 الاواخر وخلاص وقلوبنا لسه ما جاتش اصلا معانا؟ يعني احنا قلوبنا راكنينها بره وداخلين رمضان وبيخلص، وهنبقى من الناس اللي النبي قال عليهم خاب وخسر من ادرك رمضان ولم يغفر له. لا ومش كده وبس، وليله القدر ده النبي بيقول ان شهر رمضان فيه ليله افضل من 1000 شهر، واللي ما يفوزش بالليله دي خسران، واللي يخسر خسر الخير كله. انت خير ربنا مديهولك عظيم انت قاعد بتخسره. هل في انسان عاقل او انسانه عاقله تبدا تقعد كده وتفكر مع نفسها؟ طيب معلش، ممكن يكون في ناس كتيره جدا في اول الشهر ما بتبقاش، في شهر رمضان ما بتبقاش ملتزمه بالصلاه ولا بقرايه القران ولا بالتراويح ولا باي فرض من الفروض. صح. هل يعني لو دخلوا بقى يعني استعدوا كده للصلاه والعباده والدعاء في ليله القدر ممكن ربنا يستجيب؟ الله، مع ربنا ما فيش ممكن، مع ربنا في يقين، مع ربنا هيستجيب وهيغفر وهيسامح وهيبداوا صفحه جديده في حياتهم، وكأن صفحتهم بقت بيضه. وبل بالعكس، السيئات بتتشال والحسنات بتفضل، والحسنات بتتحول والسيئات بتتبدل لحسنات. طبعا بنقدر، بس احنا من مشاكلنا ان احنا دايما الشيطان بيشككنا. يا عم يعني انت ما اشتغلتش ال20 يوم ولا ال25 في رمضان وهتيجي تشتغل دلوقتي؟ يا عم انت شوف نفسك اصلا انت ما صليتش، يا عم شوفي نفسك انت بتعملي ايه؟ يا جماعه مع الفرصه اهي. فاكره يا نوران القصه اللي حكيناها؟ انا القصه دي كل ما باجي اقعد افكر فيها كده تشوفوا رحمه ربنا عظيمه قوي. لما شخص يقتل 99 نفس، 99 وبعد كده يبدا يحس ان هو عايز يرجع لربنا تاني. هل في حد فينا عمل قتل 99 واحد اللي هو اكبر ذنب في الكون انه يقتل نفسه؟ قتل 99 وكملهم ال100 بالشخص اللي راح ساله، صح؟ طيب حد فكر بقى لما راح للعالم والعالم قال له اه طبعا، مين اللي يقفل عليك باب التوبه؟ ما هو لما راح لواحد عابد وقال له لا طبعا انت قتلت 99 نفس، مين اللي يسامحك ده؟ فهو ده بشر بيتكلم عن ربنا، بشر، فقام قتله بقى ال100. لكن العالم لما فكر قال له مين اللي يقفل عليك باب التوبه؟ لكن غير المكان اللي انت فيه، غير الصحبه اللي حواليك، غير الصحبه اللي حواليك، ناخد من المعنى ده. طيب احنا عارفين اصلا انه اول ما اتحرك مات، لا روح ولا صلى ولا دعا ربنا ولا عمل اي حاجه، هو مجرد نوى، صح؟ ولف بس، ولف ومشي، لسه بيتحرك خلاص. وخلي بالك هو ايه، ما قالش بقى طب لما اروح وافكر ولما اروح واجمع حاجتي ولما اروح، لا لا لا، هو خلاص خد النيه، هي النيه والله يا نوران. انسان يقول انا عايز اتوب ويبقى ربنا مطلع على القلوب، انا عايز اتوب يعني هتوب، انا يقينا هبطل الذنب ده، يقينا هبطل الذنب ده، ربنا مطلع على القلب، فهو ربنا شاف صدق نيته. يا رب ده قتل 100 نفس بس تاب، يا رب ده لسه ما عملش اي حاجه بس انا شفت جواه الصدق والاخلاص واليقين انه هيبدا. اهم حاجه الصدق. بدا طبعا. بني اسرائيل ايام سيدنا موسى الشخص ما بيطيعش ربنا خالص، فهم بيعيشوا بالمطر، يعني هو حياه بني اسرائيل عايشين بالمطر، لو المطر ما نزلش هم يموتوا. فبدا المطر ما ينزلش، فراحوا لسيدنا موسى، يا موسى اسال ربك، قول له يعني ادعى ربنا ان المطر ينزل هنموت. فربنا اوحى لسيدنا موسى ان في بينكم عبد بيعصاني منذ 40 سنه وبشؤم معصيته لم ينزل المطر. 40 سنه. فسيدنا موسى جمع القوم كلهم، يا جماعه في واحد فيكم بيعصى ربنا 40 سنه. ما قالش يا رب في يوم من الايام، فارجوكوا خليه يطلع دلوقتي حالا عشان كلنا هنموت بسببه. فالشخص ده هو ما عملش اي حاجه، ركزي، ده بس اجابه للسؤال اللي انت بتساليه يا نوران، هو بينه وبين الناس، هو واقف وسط الناس وما اتكلمش بلسانه، ما هو لو اتكلم بلسانه الناس هتسمعه، فهو بقلبه. يا رب انت بتسترني، يعني انا بعصاك بقالي 40 سنه وانت بتسترني، وانا النهارده لو طلعت ما بين الناس هتفضح. يا رب اوعدك، عهد بيني وبينك يا رب ان انا مش هعصيك من بدايه الوقت ده. المطر نزل، ده لسه ما عملش حاجه وما اتكلمش بلسانه، هو نوى بس النية. يا جماعه والله العظيم مش دروشه زي ما بنقول كل مره، نقعد كده ونفكر، ما فيش، يعني هو قاعد بيكلم ربنا. يعني ممكن دلوقتي لو حد بيسمعنا يقول لك ايه، انا ان شاء الله خلاص، ان شاء الله يقينا انا هقيم ليله القدر من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. طب مش النيه بتبقى لازم لها افعال؟ ما احنا بنقولها. هو ربنا قدر خلاص، هو صدقه، ما هو ربنا شافه ان هو مكسور قوي وقال له يا رب خلاص انا بتوب، فالمطر نزل، ما هو ان شاء الله يبقى افعال بقى خلاص. بس هو ربنا اطلع على قلبه شاف الصدق زي الراجل اللي قتل 99. لكن عارفه انا هبطل السجاير وانا سايب العلبه اصلا في الدولاب جوه، طب ما هو ده كده صادق؟ طب هو لو صادق يعمل ايه؟ انا هجيبها دلوقتي فككها خلاص بقى، انا مش كده، انا هبطل العلاقه الحرام مع البنت الفلانيه، ما هو رقمها على الموبايل والصور على الموبايل ولسه انتم متفقين هتقابلوا بالليل، طب خلاص، طب ما تمسح رقم، طيب ما تقول لها لا احنا كده ما ينفعش، ولما تجي وتقدم لبابا ومش عارف ايه يبقى تعمل كده، طب هو لسه سايب، طب فهماني حته الصدق في ايه؟ في الواقع دلوقتي، انا بكلمك في قصص وبنتكلم في الواقع، ما انت واقع، انا عايز اغير، ما تبطل. فلما نيجي النهارده داخلين على ليله زي كده نبين لربنا بس ان احنا صادقين، صدق النيه، ربنا مطلع على قلوبنا. ربنا لما يشوفنا صادقين يعيننا، ربنا لما يلاقينا احنا رايحين بس لربنا، ربنا يفرح قوي بتوبه العبد. فلو حد متخيل ان الشيطان يقول له لا انت، لا ربنا هيغفر لك وهيسامحك وهتبدا صفحه جديده، ابدا من دلوقتي حالا. يعني اول ما تسمع الكلمه دي بنيتك من جواك، انا ان شاء الله هبدا صفحه جديده، انا ان شاء الله يقينا باذن الله ربنا يبلغني ليله القدر، انا مش هدور عليها بقى في الليالي الوتريه زي ما كل قاعدين التمسوها في الليالي الوتريه. احنا في الليالي كلها، مش الليالي الوتريه بس، وقلناها السنه اللي فاتت وبنعيدها تاني للناس عشان لو محدش شافها. طب لو احنا الليله الوتريه عندنا النهارده وفي دوله تانية اوروبيه ولا في ايا كانت الرؤيه عندهم مختلفه وليله زوجيه، هتبقى عند مين فينا؟ صحيح، الليله الوتريه بتاعتهم والليله الوتريه بتاعتنا. هل احنا لا نستحق ان احنا نجتهد ال9 ليالي وخلاص وعدى ليلتين؟ فاحنا النهارده بنتكلم في كام؟ ايوه، يعني هو مش ليله ولا ليلتين، هو المفروض ال10 ايام الاخرى نتعبد فيهم. هي دي. طب نعمل ايه؟ خلينا اذكياء. احنا النهارده الليله بتبدا من بعد المغرب لحد الفجر. ما نقسم اليوم، فطرنا، نزلنا صلينا العشاء والتراويح، خلي بالك في بشرى هذا لكل الناس، ان اللي بيتبع الامام من اول ما بيقول الله اكبر لصلاه العشاء ويفضل معاه لحد ما يخلص التراويح، سواء صلى الوتر او ما صلاش الوتر واجله للتهجد، المهم ان احنا ما نمشيش من ورا الامام. يعني الامام قال الله، لان في ناس بتغلط الغلطه دي، بتصلي العشاء والتراويح يقول لك انا هصلي الوتر في البيت، فالامام يصلي الوتر وهو بيمشي. كمل مع الامام، عشان اللي بيبدا مع الامام وبينتهي معاه كانما قام الليل كله. يعني اللي انت واقف ورا الامام من اول صلاه العشاء التراويح، انت كده قمت الليل كله. بعد كده ترجع التهجد بقى، تبدا تصلي انت بقى وتدعي ربنا، لكن انت خدت ثواب القيام اللي ربنا قال عليه من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا. يعني ايه ايمانا واحتسابا؟ ايمانا ويقين واحتساب ان انا ان شاء الله ربنا بلغني ليله القدر، وان ربنا سامحني، وان ربنا غفر ليا. فتبقى عندك يقين، انا عند حسن ظن عبدي بيه فليظن عبدي ما شاء. فما ينفعش النهارده واحد يقول لك هو انا ممكن، ما فيش ممكن مع ربنا يا نوران، في ان شاء الله يقينا ان ربنا هيحقق، ان شاء الله ربنا هيسامحني، ربنا ايه المشكله؟ ما هو انا وقعت في الذنب، ما هو ربنا اللي خلقني، وربنا عالم ان انا ضعيف. بس نبدا بقى، نبدا انه يبقى عندنا العزيمه الحقيقيه. طيب صلينا التراويح واتبعنا الامام، بعد ما نروح هو احنا في مشكله ان احنا ال10 ايام ما بقوش 10 ايام الليالي الباقيه، في مشكله ان احنا نقلل شويه السوشيال ميديا ونبدا نركز مع القرآن، نبدأ نركز مع الدعاء. يعني أنا قلت التجرد، إن إحنا نتجرد من أي حاجة ممكن تشغلنا عن الليلة دي، ده رقم واحد. رقم اتنين الصمت، ممكن كلامنا يبقى قليل ونقعد نذكر ربنا أكتر. يعني بدل ما نروح نتكلم في الموبايل ونتكلم على دي ونتكلم على ده ونرتكب ذنوب بقى وأخطاء كتير، طبعا نسكت الليالي الباقية دي، لأن اللسان ده عارفة كل ما قاعد بتتكلم كلام وحش القلب عمره ما هيبقى كويس. واحنا دايما هنا شعارنا ايه؟ الا من اتى الله بقلب سليم. قلبك هيبقى سليم ازاي وانت قاعد بتتكلم على ده وبتتكلم على دي وبتحكي اصل مش عارف مين اللي عمل ايه ومين اللي يا جماعه اهدوا، هي ليالي وهتعدي، وكده كمل الفضل كله للاخر. انت تتخيلي ان احنا النهارده رمضان ما بقاش عليه الا ايام. والله انا فاكر احنا واحنا قاعدين اول يوم بنسجل لسه 1 رمضان، انا مش يعني انا مش مصدق، يعني انا مش انا جاي، احنا بنتكلم جد، ايام معدودات فعلا. فالنهارده هل قليل علينا ان احنا نقعد شويه ونهدى ونسكت شويه؟ وده يعني الذكر، فلنكل خيرا او لنصمت. حتى والله بقول ايه؟ بقول حتى الخير، يعني ايه الخير اللي هنقوله؟ هنقعد نتكلم يعني في كلام عادي؟ ما هو يعني مش كل الكلام حرام. انا بقول في الليالي دي حتى يا عم الكلام الخير اللي مش هيجيب ثواب، اللي هو الكلام العادي ما بلاش نقوله، يعني خلينا هاديين شويه وساكتين شويه، يبقى اغلب كلامنا ذكر. ليه؟ عشان القلب. ما هو احنا ربنا بيرزقنا بليله القدر، هل بجد يعني ربنا بيرزقنا ليله القدر عشان نصلي ركعتين ونصلي التراويح وناخد في الثواب 84 سنه وخلاص وكده وخلاص انتهت؟ والله ابدا. ربنا لما بيرزقنا بحاجه علشان يربينا، ربنا لما بيرزقنا بحاجه عشان نطلع من ال10 الاواخر احنا جاهزين نواجه المجتمع ونواجه بعض طول السنه. فلما نواجه بعض واحنا قلوبنا نقيه وقلوبنا صافيه، هي دي الغايه من الصيام اصلا، التقوى. لكن مش علشان خاطر أنا عايز أختم 3 ختمات، حلو تختم 3 ختمات، بس القرآن غير فيك إيه؟ أنا عايز أقف أقيم الليل كله، قيام الليل ده عمل جواك إيه؟ يعني مش مهم عدد الختمات على قد ما الواحد يكون مصفي النية وبيقرأ القرآن بصدق وبتركيز طبعا وخشوع، ويطلع منه بمعنى. يعني عارفة أنا دايما بنادي كل سنة إن لو كل إنسان غير خلق بس عنده واجتهد في عباده، وطلعنا من رمضان عملنا الموضوع ده طول السنه، وجينا رمضان اللي بعديه غيرنا خلق وعباده، اتفرج على التغيير. انا في حياتي بعمل كده مثلا بفضل ربنا بقالي 10 سنين، كل رمضان بخصص حاجه. خير الاعمال ادومها وان قل، صح؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لنا. لما انا اقول مثلا ان انا هطلع من رمضان ده مش هكذب خالص، ما بالك السنه كلها لو كلنا ما كذبناش؟ ايه الاخبار؟ بجد ده بسالك في حياتنا وفي شغلنا في المدينه يعني الفاضله، وسهل ان احنا نعملها طبعا. لما نيجي النهارده نقول ايه؟ احنا الفروض ال5 ان شاء الله باذن الله هنحافظ عليها، عمرنا ما هنسيبها تاني. تخيلي انت لحد رمضان السنه الجايه ايه الاخبار؟ ده احنا هنتكلم في السنن المؤكده ال12 اللي الانسان يبقى محافظ عليها. في ناس بيبقى عندها مشكله ان هي بتدخل شهر رمضان فعلا بتصلي، بتلتزم، بتقرا قران، وبتعمل كل حاجه فعلا يعني ترضي ربنا، بس بعد رمضان بقى تحس ان هي مشاغل الحياه مع الشغل مع الاجواء بعيده عن رمضان تماما، الناس بتتلهي. فاللي كان بيصلي ال5 فروض يصلي الصبح ويرجع يصلي العشاء، ما يصليش بقيه الايام بقيه الفروض، ما يكملش قرايه قران، ما يختمش القران. الناس دي تعمل ايه عشان تواظب على الروتين اللي كانوا بيعملوه في رمضان؟ انا هقول حاجه بس بسيطه قوي من علامات قبول العبد ان ربنا يقبله في رمضان ونبلغه ليله القدر، ان ربنا بيوفقه بعد رمضان دايما لايه؟ انه دايما يبقى ماشي اغلب طريقه في الحاجه الصح، ماشي؟ بلاش نخبط في الخمس فروض. يعني انت بتقولي يا نوران ايه؟ صلينا الصبح ورجع صلى العشاء، دي مشكله. نعمل ايه؟ لا هو لازم يبقى في اساس، يعني لازم يقول ايه؟ انا الفروض الخمسه مش هقرب ليها. ليه بقى؟ عارفه ليه انا بقول يا جماعه تعالوا نجتهد ان احنا نصلي ال 12 ركعه السنه المؤكده؟ عشان لما نفسنا تضعف شويه او الشيطان يجي عايز يخبط في السنه ما يخبطش في الفرض. لكن تخيلي معايا حد صلى الصبح وقعد طول اليوم ما يصليش، وقعد طول اليوم، هل هو ضامن انه يرجع اصلا يصلي؟ ده لو رجع يصلي. هل اصلا جمع الفرائض، يعني النهارده الظهر مع العصر، هل ده صح ولا من الكبائر؟ ده بيرجع يقول لك انا هصلي الفروض كلها مع بعض بقى مره واحده مع العشاء. دي مشكله، الا بقى مع ظروف معينه، ناس شغاله مثلا، دكتور داخل عمليات بعمليه هتقعد 12 ساعه، ده مع دار الافتاء وخلاص والموضوع معاهم. لكن هل ينفع النهارده احنا يبقى اصل انا عندي حاجه مش عايز اقول حاجات بقى اللي هو الحاجات العاديه، والنهارده نصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هل ده يرضي ربنا؟ لا لو في مكان طيب متوفر انه يصلي ويعرف يعمل كده. انا مبسوط بالسؤال ده ليه؟ لما نيجي الليالي دي نحط كلنا هدف ان احنا عايزين نطلع من الليالي دي، ان ربنا يعيننا يبلغنا ليله القدر عشان يقوينا على الفروض الخمسه بعد رمضان رائع. تخيلي بعد كده هنيجي رمضان الجاي الخمس فروض لا، ومصلي ال 12 ركعه السنه المؤكده اللي هم الاثنين قبل الفجر واربعه قبل الظهر واثنين بعديه، اثنين بعد المغرب، اثنين بعد العشاء. نبقى طلعنا بحاجه لما نطلع من الصيام ال 30 يوم، فنقول ان شاء الله ان احنا هنتقي ربنا قوي في صيامنا، وهنبدا نربي قلوبنا على الغايه من الصيام اللي هي التقوى، فنتقي ربنا في بعض. يعني متخيله لو طلعنا بس بمعنى ايه؟ ان احنا نتقي ربنا في بعض ما بين العباد. ما بالك في حد هيظلم حد بعد رمضان؟ في حد هيخون حد بعد رمضان؟ في حد هينصب على حد بعد رمضان؟ في حد هيقل باصله مع حد بعد رمضان؟ ليه؟ لانه هو خد الغايه من شهر رمضان الصيام التقوى، فاتقى ربنا، فلما يتقى ربنا هنتقى بين العباد، هيبقى في تقوى بيننا وبين بعض. فلما نيجي نعمل كده هنلاقي احنا بقينا افضل بكتير. عشان كده لما نيجي النهارده ربنا بيبلغنا ليله القدر. طب ايه المطلوب مننا؟ المطلوب مننا ان احنا قلنا الذكر الكتير علشان قلوبنا، طيب ماشي. الدعاء. اخبار دعائنا ايه اصلا؟ ندعي ربنا ان ربنا يثبت قلوبنا على دينه، عشان اللي بيطلع بعد رمضان يبدا يضيع الفروض تاني، ندعي ربنا بالثبات بقى. وما يضيعش كل اللي عمله في الشهر الكريم. طبعا هو ربك كريم وربك ما بيضيعش، ربنا بالعكس بيتعامل معانا بالفضل، لكن احنا لازم نبقى مع ربنا دايما احنا المبادرين. يعني النهارده بقى طالع من رمضان انا مقرر 1 2 انا هعمله. طيب اعمل ده ازاي؟ ادعي ربنا دلوقتي بقى. ادعي ربنا ان ربنا يثبت قلوبنا على طاعته، ان ربنا يحببنا في الطاعه، ان ربنا يحببنا في طريق ربنا، ان ربنا ما نفتنش باللي حوالينا. يعني النهارده لما تيجي تلاقي حاجه خير، حاجه مثلا كويسه، تمام، وتلاقي مثلا نسبه المشاهده قليله، تلاقي في المقابل حاجه ممكن ما تبقاش قيمه، مش عايز اقول الكلمه الثانيه، تلاقي ملايين نسب مشاهده. ما انت ممكن تفتن، يعني ممكن تقول ايه هو ده اللي ماشي؟ بس هو ربنا دايما بيعلمنا على مدار الزمان ان احنا ما نتغرش ابدا بالاعداد، لان في النهايه على فكره في انبياء هتيجي يوم القيامه معهمش حد، وفي النهايه كل انسان هيتحاسب مع ربنا مع نفسه، ما فيش حد هيدخل مع بعض، كل واحد بيدخل قبره لوحده، محدش هيتحاسب مع التاني. فمهما كان الواحد حد مثلا بينزل حاجه مش هقول مش هادفه وبيجيب ملايين، هل الملايين دول يوم القيامه لو هو مثلا قدر ربنا ان مكتوب له يدخل النار، الملايين دول هيجوا لربنا يقولوا له لا لا احنا هندخل مكانه وطلعه؟ حد يسال نفس السؤال ده؟ محدش هينفع حد، صح؟ في النهايه انك تدعي ان ربنا يثبت قلبك، ما تفتنش، لان ممكن الانسان يبقى ضعيف، ممكن تبقى بنت نفسها تعمل كل حاجه كويسه بس الجو اللي حواليها مش مساعدها. تدعي ربنا ان ربنا يثبتها وبيرزقها بالصحبه اللي تساعدها على الحاجه الكويسه، بس ندعي، يبقى عندنا يقين. طيب في ناس كتير قوي بتبقى مثلا تقول لك ايه انا هبدا صلاه ان شاء الله من بكره، وهبدا اقرا قران، وهبدا التزم، بس بيبقى في طاقه كده سلبيه بتشد الشخص تخليه مش قادر يقوم يصلي، مش قادر يعمل كده. هي النيه خير، تمام، لكن الفعل مفيش. الناس دي تعمل ايه؟ وليه هم بيتعرضوا للطاقه السلبيه دي وعدم القدره على ان هم يقوموا يأدوا فروض ربنا؟ طول ما احنا عايشين، طول ما في حاجه اسمها ان اولا الشيطان مش هيسيبنا، ثانيا نفسنا الاماره بالسوء مش هتسيبنا، حاجتين. طب هو الشيطان بيعمل ايه؟ الشيطان بيبدا يفعل عندنا قوي نفس الايه؟ نفس الاماره بالسوء، تمام؟ فلما نيجي النهارده احنا ديننا بيحتاج تدريب على فكره. يعني اقول لك على حاجه، ليه 30 يوم؟ ليه النبي بيقول لنا 40 يوم اللي يصلي الفجر جماعه خلاص هو شخص برأ من النفاق؟ ليه؟ كأنك انت بتدربي، احنا قاعدين بندرب نفسنا. فالشخص اللي بيعمل كده لازم يبقى في حته عندنا اسمها حته جهاد النفس، انك انت تجاهد نفسك. وعلى فكره ده ثوابها زي الجهاد ايام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اي عصر في جهاد. فالنهارده انك انت تجاهد نفسك، فالموضوع كده او كده هيبقى صعب على النفس. يعني النهارده انا عايز اصلي، ما حفت الجنه بالشهوات وحفة النار بالمكاره. يعني ايه؟ يعني ايه الموضوع ده؟ يعني النهارده الجنه حواليها شويه ايه؟ شهوات كده مخليه الناس ايه؟ انا عايز اعمل عايز اعمل انا عايز المكاره، اسف، الجنه بالمكاره والنار بالشهوات. فالنار الشهوات، فتلاقي واحد ايه؟ عنده شهوه معينه هو عايز يعملها، ما هو حبيبي هي دي حوالين النار، فهتقربك للنار. اما الجنه بالمكاره، ما هو النهارده صعب قوي على حد ان هو يصحى الساعه 4 الفجر علشان خاطر يتوضى بالماء الساقعه وينزل يصلي، حاجه مش قادر ان انا اعملها، فدي اللي تميزه عند ربنا. النهارده ايه ده انا ممكن اكذب بس يعني هعدي من الموقف ده في الشغل عندي، لكن لو قلت الحقيقه انا ممكن اخد جزاء، انا ممكن اتعاقب، ما دي المكاره. لا، ما هي دي اللي هتقربك لربنا. هو الاختبار هنا. فلما يجي حد يقول انا عايز اقوم بس جوايا حاجه، انت اولا لازم تجاهد نفسك، ده رقم واحد. رقم اتنين، لما بقول دايما يا نوران ان الذكر سحر، دي حقيقه. يعني ايه؟ يعني لما تقعد النهارده كل يوم ربع ساعه تحاول انك انت تدرب نفسك انك انت ايه؟ كاننا قاعدين بننظف قلوبنا كده، لا اله الا الله، لا اله الا الله، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه. ولازم في الاوقات اللي زي كده وبالذات احلى ايام نفضل نعمل كده. ليه؟ كل ما بنقول لا اله الا الله كاننا بننشط تاني يقيننا بربنا وحبنا لربنا وايماننا بربنا، فنبدا نقول طب يلا بينا نبدا نتحرك ونصلي. بس الغلطه هنا ان انا عايز اصلي واصوم واقرا القران واعمل كذا بعد رمضان، هي دي الغلطه. عشان كده دايما بقول لك ايه؟ ممكن قرار واحد عباده وقرار خلق بس. فاللي ما بيصليش يقول هيصلي ويبدا يحط لنفسه شويه عقاب. يعني ايه عقاب؟ يعني النهارده لو ما صليتش هطلع مثلا اكتر حاجه ممكن توجعني ايه؟ الفلوس، هطلع فلوس. طب حاجه ممكن واحد يقول لك لا الفلوس مش فارقه معايا، حاجه ثانيه، يقوم يشوف ايه الحاجه، انا مش هخرج النهارده، يبقى مش هخرج النهارده. علشان اول حاجه العبد هيحاسب عليها يوم القيامه الصلاه، ان صلحت صلح العمل كله، هنبدا نتحاسب، ان فسدت فسد العمل كله، يعني ممكن ما نتحاسبش اصلا. فالنهارده لما تيجي تقعد مع نفسك تحط خطه للكلام ده، بس هتبقى عارف ان في جهاد للنفس وهتبقى عارف ان في شيطان. نقرا سوره البقره كتير، ودايما بفضل اقول كده نشغلها في بيوتنا كتير. النهارده احنا عشان خاطر ان الذكر ما بقاش جزء من حياتنا، فبقى ايه؟ الوسوسه والشياطين، وممكن واحد يبص بصه الانسان حسد يدمر له كل حياته، ودي حاجه على فكره ده النبي صلى الله عليه وسلم اتسحر. فالنهارده ممكن شخص يبقى مقبل ان هو عايز يعمل حاجه تحس ان حركتها بطيئه قوي وحركته ضعيفه قوي ومش قادر ان هو يعمل، قد يكون حسد، قد يكون عين، قد يكون حاجات زي كده. طب النهارده فرصه ان احنا نحاول نقرا سوره البقره. يعني تخيلي معايا لو حد حاسس ان هو ممكن يبقى مأذي مثلا، فقال انا في شهر رمضان هقرا سوره البقره وآل عمران بنيه ان انا لو حد عامل لي عمل، لو حد حاسدني، لو حد كذا، ربنا يصرفه عني. فقرأوا بالنيه دي، فتدبر كل معنى في سوره البقره وسوره آل عمران في رمضان كل يوم. مش كل يوم، ده انا بقول لو اقسمها على رمضان. ايه رايك كده؟ يبقى افضل، وهو كده يعتبر بيحاول ان هو يعالج نفسه، ولا انا اختم القران بس انا قاعد بقرا وخلاص ومش فاهم حاجه؟ طبعا. ده اللي بتكلم فيه بقى. فالنهارده احيانا في ناس بتبقى مش قادره، ومش عايزين برضو نرمي القصه دي كتير على الحته دي، بس بقى واقع احنا عايشين فيه. بقى شخص يبقى كويس جدا وفجاه يحصل يتحول، ما بيعملش حاجه يعني ونيته خير بس مش قادر، غصب عنه. نبدا بقى نشوف حاجه زي كده، انه يبدا بقى ايه؟ ياخد سوره البقره بالنيه دي. يعني سوره البقره ممكن نختمها في العشر الاواخر، يعني نقعد كده الايام دي ونقعد نختمها بنيه ان ربنا يعافينا ويشفينا، ولو في اي حد باصص لنا بصه مش كويسه ربنا يعافينا. ونبدا نقراها، يعني مثلا ايه؟ قرانا ربعين في الصاله في الاوضه، نقسمها على البيت، حاجات كلها عملي نقدر ان احنا نعملها. والله ده هيفرق في حياتنا كتير، ويخلينا نبقى طالعين ايه ده؟ احنا ربنا يبلغنا ليله القدر، بس بعد ليله القدر احنا مكملين، مش ان احنا بقى بعد ليله القدر احنا واقفين ورجعنا تاني زي قبل رمضان. فعشان كده ليله القدر تحتاج دعاء، ذكر، صلاه، الذكر والدعاء، الصلاه الفروض. الدعاء بقى امتى؟ قبل المغرب، قبل الفجر. يعني ما ينفعش ليله تعدي قبل الفجر بربع ساعه غير وكل واحد مع نفسه قافل كل حاجه وقافل الموبايل وقاعد بيعيط لربنا ويطلب من ربنا. وكل ليله يبقى عنده يقين ان الليله هتبدا تبقى هي ليله القدر، ويبقى عنده يقين ان ربنا هيغفر ليه وهيبقى من الناس اللي قامت ليله القدر. امين يا رب. بنشكرك جدا يا يوسف، نورتني، وربنا يبارك يا رب في الايام اللي جايه، ويا ريت نلتزم كده باليوسف قاله لنا، وربنا يجعل الايام كلها خير وبركه علينا ان شاء الله. كده احنا حلقتنا من انبوكس خلصت، نشوفكم على خير في حلقه جديده من حلقات رمضان. باي باي.